الناس، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ثم كتشاهد هذا الفيديو اليوم، جيت نشارك معكم واحد الكيك كيجي زوين والمقاده ديالو سهله وبسيطه والطريقه حتى هي كذلك. المهم كما كتشوفوا انا حتى بغيت نبداو، وحتى درت البيض، درت هنا واحد ربعه البيضات، وانا نقول لاش منشاركهمش مع المتتبعين ديالي، نشارك معهم هذا الكيك كيجي زوين البنات وكيجي ضخم كبير وكتبارك الله تيعطي كيخرج. والمقادير كما كتشوفوا راه مبسط. اللي غنحتاجوا ليه هو واحد كاس سنيده، كاس زيت مثلا، ما تنعمروش انا الزيت باش ما تجيش التلفيك عامره بالزيت وثقيله. هنا واحد حامضه وليمون عصرتهم غير صغار، وحتى لما كانش الليمون كان غير الحامض ديرو غير الحامض، كان العكس كان غير الليمون ديرو غير الليمون، داكشي متوفر عندكم. انا فاش عصرت الحامضه وهاد الليمون عطاتني واحد الكاس ما عامر. هنا واحد ياغورت طبيعي مسوس، هنا جوج خمارات، والدقيق انا غندير معكم القياس اللي غادي نحتاج. المهم هنا كيف ما تشوفوا ضفت هذوك ربعه البيضات درتهم هما الواله، غادي نضيف عليهم هذاك كاس ديال السنيده. كتجي البنات هاد الكيك كتجي غزاله غزاله غزاله، زعما ديال تحمرت الوجه، واخا هاد المقادير ببساطه راه كتجي غزاله. المهم انا غنضرب هاد البيضه السنيده مزيان كما كتشوفوا. غندفع عليهم داك كاس ديال الزيت كيف ما قلت لكم، ما عمرتوش حتى الفوق، ناقص واحد شويه. دائما كاس العنبه، هذا ديال كاس العنبه. غنضيف هذاك كاس ديال ما بين حامض وليمون اللي عصرت، كتجي البنات خفيفة. ناخد واحد الملعقة ديال ياغورت، إلا مكانش عندكم ياغورت ممكن ليكم تضيفو الحليب. تقدروا البنات تضيفوا حتى واحد البنانه بعد ما سمعكوها، تضيفوا حتى هي تعطي واحد اللوك زوين. صافي البنات دابا غادي ندوز نضيفوا الدقيق. الدقيق عندي هنا مغربل، نضيف معكم داكشي بالقياس باش تعرفوا. وما ناخذ الكاس ديال العنبه، هذا راه كيعادل كاس العنبه واخا ماشي كاس العنبه. المهم غنعمر الكاس، عندنا هنا الكاس الاول ها هو. ندير الكاس الثاني، ضفت انا جوج كيسان، وغنخلي الكاس الاخر في يدي وغادي نشوف شحال غادي تدخل ليا ديال الدقيق. المهم انا غادي نزيد هنا داك الكاس الثالث، غادي نضيف عليه خمارات اللي هما جوج، كل كيس كيوزن 80 غرام يعني 16 غرام غنحتاجو. صافي دابا غادي ندوز ندخل هذاك الدقيق بهذا الشكل. البنات هنا مازال غنحتاج الدقيق، ضفنا ثلاثة الكيسان
غادي نزيد واحد كاس اخر شوف نضيف النص ونحرك تنشوف. انا كندير بنتعيني ميزاني دائما كناخذ على حسب عيني ميزاني، غير انا معطيكم مقادير مضبوطه باش تعرفوا شحال الوقت ديرو. صافي البنات 3 كيسان ونص الهزات صافي، وغادي نضرب نضربها بهذه الطريقه. كتضربوها هكا بهذا الشكل باش كتطرب مزيان. صافي البنات هذا هو القوام ديالك كما كتشوفوا، يعني هزت معنا واحد 3 كيسان ونص ديال الفورس كما كتشوفوا. هانتوما هاد النص اللي بقى صافي. المهم دائما تنقول لكم الدقيق راه كي اللي كتشرب وكي اللي لا. ثم غنقول لكم القوام ديالها باش تعرفوا، قدروا يهزوا معكم 3 كيسان ونص، قدروا يهزوا لكم حسن 4، يقدروا يهزوا غير 3 على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم. المهم دابا هذا راه هز معنا 3 كيسان ونص. صافي البنات بعد ما طربناه بهذا الشكل كما كتشوفوا، دابا غادي ندوز نوريكم المول بعد ما دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. غادي ندوز نوضع فيه وندخل الفران اللي هو ما كنسخنش انا الفران، دائما تنقول عليكم في الكيك دائما تنخليه حتى كنبغي ندخل الكيك ديالي وعاد كنشعل عليه يطيب من التحت حتى كيتنفخ، عاد كنشعل عليه يتحمر من الفوق. ها انتما معنا حتى نوضعها في المول ديال اللي غندخل الفرن. هنا البنات كما كتشوفوا عندي هذا المول، هذا راه كبير، درت فيه كما قلت دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. دابا غادي ندوز نوضع داك الخليط ديالي نوضعو فيه. هانتوما البنات نوريكم، هانتوما نقرب ليكم شوف الخليط فاش كيجي. صافي دابا غادي نوضعها كما كتشوفوا في المول ديالي بهذا الشكل. صدقوني البنات راه كتجي زوينه، نتمنى تجربوها. صافي البنات دابا كيفما قلت لكم غادي ندخلها للفرن ونشعل عليها ونخليها حتى توجد، نوريكم الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا البنات انتما عندي هاد المول راه كبير وتبارك الله كتجي كبيره وكتجي غزاله. دخلت المقادير كما كتشوفوا يعني غير بساط وقليل، يعني كتعطي كتجي تبارك الله كبيره كتجي ضخمه كيما كنقولوا ديال تحمرت الوجه. هانتوما معنا حسن نوركم الشكل النهائي ديالها البنات كيما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كيما كتشوفوا، كيجي بواحد كيجي كبير وتبارك الله غزال ومفشفشه وخفيف. المهم انا غنقطع معكم واحد طريف باش تشوفوا، ها هو سمحوا لي راني هزه الكاميرا بايد كنخدم بايد. هانتوما البنات
كيفاش كيجي. كيجي بنات خفيف، كيجي زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوه بالصحة والراحة. الى فيديو اخر ان شاء الله. بنات هذه هي مائدة الافطار ديالنا كيفما كتشوفوا، ضروري من اتاي العصير، هادو لي نيمو وبريوات راه باقي ما رميتهمش ليكم، راه مشاركه معاكم عندي في القناه. الشباكيه شاركت معاكم، الكيك اللي شاركت معاكم تا هو غنلوحو لكم ان شاء الله. شوفوا كيفاش كيجي، كيجيو بنات غزال. هنا العصير، درت هنا سلاد، وهنا التمر، هنا البطبوط، صافي هنا صافي. والحريرة باقي عندي، مهم اللي بغى الحريرة ياخدها. انا بدلت اليوم على الفطور العادي. صافي كيبقى هذا هو الشكل ديال الطبلة ديالنا.